باكر اتفقت الكتله مع اللجنه التنسيقيه مع تقدم مع البارتي ممكن يضاف لهم العزم، دول اجوا شكلوا حكومه، حكومه ما عجبتكم تمام، تقدرون تسووا لهم؟ دول هم عدد كبير وزعماء رمزيين كبار وشكلوا حكومه، روحوا صيحوا منا الباكر ولا تاثرون بيهم، بعد كم يوم يشرعون قوانين مو على مزاجكم، يعينون ناس مو على مزاجكم، ايش تقدرون تسوون؟ تمام، احنا نتكلم بانه تفعيل الدور الرقابي والتشريعي لعضو مجلس النواب. ثانيا لا تنسى بانه المستقلين لهم عمق جماهيري قوي داعم ومساند، احنا نتكلم عن معارضه مو فقط داخل مجلس النواب، هي معارضه لها حضور في الميديا، لها حضور في المجتمع، لها حضور عند الخط الاحتجاجي اللي باقي لحد الان في الشارع، جذوه الاحتجاج موجوده لحد الان لدى شبابنا. خلاص صرتوا برلمان، صرتوا اعضاء مجلس النواب بعد ماكو تظاهرات، وبين اللي موجودين بعد ما ينفع صرتوا اعضاء مجلس النواب ولديكم سلطه تشريعيه ورقابيه، بعد شنو تظاهرات؟ بين اللي موجودين في مجلس النواب وبين الخط الاحتجاجي الموجود في الشارع، بالنهايه اهدافنا اللي انطلقنا من عندها لحد الان ما متمثله، لحد الان ما تحققت، فنعمل على تحقيق هذه الاهداف سويه. هي مسيره نضال سياسي راح نستمر بها، قد تكون لسنوات، ولكن احنا ننظر الى المستقبل ونشوف انفسنا وين في سنه 2025 سنه 2029، وعلى الضوء هذا نحدد وضعنا الحالي. فاحنا مستمرين في هذا ونعتبرها مسيره نضال سياسي مستمره وما نتنازل عنها ابدا، وماضين في هذا مشروعنا وماضين في كل شعاراتنا وحملاتنا الانتخابيه ووعودنا الانتخابيه اللي اطلقناها وما نتنازل عنها مهما كان حجم الترهيب او حجم الترغيب.